السلام عليكم البنات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نصوبكم واحد الشهيوه دي تارتليت او شوكولا ان شاء الله. غادي تحتاجوا هاد لي فون، هما صراحه كاينين اللي كيتباعوا، مي انا جو بريفير نصايبهم بيدي. عندنا هنايا حليب بارد، تقريبا كاس ديال الحليب كبير مخلطه مع دانيت شوكولا. عندنا هنايا شوكولا نوار تقريبا 180 غرام. بالنسبه باش غادي نزوق كيبقى داكشي اختياري. عندي هنايا لي فخوي روج، فريز، عندنا فرومبواز، بلوبيري، عندنا اللوز، كركار، عندنا هنايا الناباج. الناباج غادي نوريكم الطريقه حيت هذا مصايبه في الدار. وعندنا النشا، معلقه كبيره ديال النشا. البنات غادي نبداو على بركه الله. كنشعل بوطه، كندير كاسرونه، غادي نكب ديك الحليب اللي مع فلون مع دانيت شوكولا. سمحوا لي، غادي نخليه حتى يبدا يسخن، وغادي نضيف عليه شوكولا نوار، ومن بعد غادي ندوب شويه ديك شويه ديال النشا اللي دايره، معلقه ديال النشا غادي نديرها في شويه ديال الحليب بارد وغنضيفها على الخليط. بقاو معايا ما تمشيوش. البنات دابا ضفت المكونات، درت من بعد ما درت الحليب مع بانيك الشوكولا زدت عليهم شوكولا نوار، وزدت عليهم ديك المعلقه ديال النشا اللي ذوبتها شويه ديال الماء بارد باش ما كديرش طويقات. غنستمر البنات باش ما يديروليش قويقات في القاع ديال الكاسرونه وما يلصقليش. غنبقى مستمره في التحرك حتى كتبقى تعقد لي لا كريم ديالي، ومن بعد غادي ندوزو كيفاش غادي نزوقو لي طارتوليت ديالنا. البنات كيف كتلاحظوا لا كريم ديالي بدات كتعقد، غنزيد غير شويه، استمروا في التحرك عافاكم باش ما كتلصقش وعافيه مهيله. كما كتشوفوا البنات راها بدات كتشد راسها. البنات خص الخليط ديالنا يولي لنا بحال هكا، فاش كنهزوه كنحسو به ثقيل. دابا غادي ندوز باش نعمر لي طارتوليت ديالي. البنات غادي نبدا نعمر غير بشويه، الى عندكم البوش كتستعملوه، حتى المعلقه احسن. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال لي طارتوليت من بعد ما زوقتهم بلي فخوي. عندي هنايا فريز، عندي فرومبواز، عندي بلوبيري، يمكن لكم ديروا لي فخوي السايك، انا ما درتهمش. من بعد غنخليهم حتى يبردوا، نديروهم في الثلاجه، من بعد ما يبردوا غادي ندهنوهم بالناباج. المره الجايه ان شاء الله غنوريكم كيفاش توجدوا. هو ماشي ناباج، مي انا كنستعملو بحال اللي غنستعمل الناباج. هذا مصايب بالليمون. قلت لكم البنات المره الجايه نوريكم كيفاش كيتصايب. هذا مصايب بالليمون، وهذا هو الشكل النهائي. يمكن لكم ما ديروش الناباج، ديروا سكر ثقيل، سكر كلاصي، تصايبوه من الفوق وبصحه وراحه. كنتمنى يعجبوكم. خليت البنات خليتكم على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، وتهلاو لي فراسكم بزاف بزاف بزاف.